وهذه وما خلوناش فيها. تقول لك هذه راه واحد المولى الله يعاونكم ما تبقاوش هنا في غنمشيو الله اعلم ما عندنا في غنمشيو في غنمشيو. وانا لا داروا معايا زوين ويكون داوني الحبس هاي داوني الحبس تنخلص 12000 ريال ديال الكرا الماء والضو. انا كاري دابا كاري دابا عند واحد الدار 12 عام وانا كاري فيها كاري 12 عام. مليت مع الوالدين الوالدين ما عقلوش عليا قال لك انت مربي النص كتباتو الوالدة على خوتي وانا ما ديت والو. انا ما تنعاني في واحد البيت يحن علي الله نقول لك عندي كون كان عندي انا ومشي ندير حانوت ندير السكنه والله ما نبقى في الجوطيه ساعه ما نبقاش فيها. هما ضيعونا ولكن الله ما غيضيعناش عند الله ما غنضيعوش فهمتيني اخويا. غنبقاو حنا ماصير معاهم هنا حتى يحل المو الامانه يدي امانته. حنا الخبز تاكلوه هنا ولا بلاصه اخرى هادي يبقى فيك الحال. تتشوف ناس جاوا من الله ما عار ما ولاد كازا ولاد فاس والمشروع اللي عطانا سيدنا لهاد الناس اللي حنا اللي قرابين ليه سكان القرب هما شكون هما حنايا سكان القرب. يعطينا حتى حنايا يعطيونا واخا يعطيونا كروق يعطيونا متر متر لواحد. كنا معشين فهمتيني اخويا كنا معشين هنايا في سوق الصالحين. جاو الناس من مورانا جاو من اللور وصدقوا يشريو الحوانات والناس جايه من كازا وجايه من فاس جايه من كل قنت. نهار مشينا للقرعة تهزوا القرعة مشينا تلقاو غير صحاب الكاطكاطات غير صحاب الحديد الواعر. جا المشروع ملكي قال غتحولوا حنا تحولنا على وجه الملك الملك اللي جا المشروع ديالو قال لك هذا راه الملك غتحيدو. قلنا لي نحيدو ملي كان المشروع ديال سيدنا حنا نحيدو طلب نحيدو نمشيو بحالنا منه. منين جينا لهنا قال لنا ما تبقاوش هنا غتمشيو لحير الرحمه غتمشيو لحير الرحمه غتمشيو لحير الرحمه. وحنا ما محسوبينش على حير. انا دابا في عمري دابا 60 عام انا ولد 12 عام وانا في الجوطيه معروف هنا كنت ما خليت ما بعت الباتريات المسجلات الحوفه البيت نعاسات اللي جاب الله تنبيعوها فهمتيني. وبالاخر ما قال لك ما عندكمش في هذا المشروع والو ما عندكم حتى شي حاجه انتوما محسوبين غادي تمشيو منكم. الناس اللي كانوا معنا ماتوا كاين اللي مات مات كاين اللي عاش عاش وبقات لنا واحد الفئه قليله هي اللي بقات فينا هنايا فهمتيني. اللي عنده شويه البركه راه مشى دبر على راسه بحالي انا ما عنديش انا جالس في هذه البلايص هذه تحل الله. يعني انت عاصرتي سوق ثامن يلاه بداتوا ورا سوق ساعه انا قبل بقى ما بعت فيها الخضره بعت فيها الخضره بقى سوق ساعه بعنا اللحم. ملي كان سوق الصالحين السوق كنا نعرفوا كانوا فيها العرارم ديال اللحم والعرارم ديال الخضره فهمتيني. شكون البدايه ديالنا ما يقرا علبيه كان تيجيبوا الكراسه نتخاطفوا معاهم تنشريو من عندهم بقينا تناخذوا من عندهم تنحطوا تناخذوا من عندهم تنحطوا بقينا هكا بشويه بشويه. نادوا داروا لامين ديال النجار داروا قيصاريه داروا لامين ديال الخضاره داروا قيصاريه داروا الحوينتات. حنايا بقينا في الجوطي بقينا في الشانطي في المشروع في كاين دابا المشروع كلشي عارفنا عارفنا الوزير العامل عارفنا البوليس عارفنا رجال الشرطه عارفيننا هما اللي تقدموا من عندنا. بقينا بشويه بشويه منين تكوننا كل واحد دبر على راسو. اصحاب العقار شراو الحوانات وشراو اللي بقى فيا انا الحال ما بقاش شي ولد البلاد هز القرى قليل. ولاد البلاد شوف يا اخي ولاد البلاد قلال اللي هزوا القرى واكثريه ماشي ولاد البلاد اللي خداو من هذا المشروع ماشي ولاد البلاد. مشيت للقرى انا تنتفرج تلقى بنت مع عمرها كانت معنا في الجوطيه تلقى امراه كبيره مع عمرها كانت معنا في الجوطيه وحليمه اللي معنا في الجوطيه سنين اعوام ما عطاوهاش حتى خطوه على انا لا هي ولا بزاف عداد مني ضايعين على الجد على الجد. انا ضاعت عمري قول 60 عام وانا ولد الجوطيه بعت العود العود بدرهم قبطه كنا تنجيبوه من المعموره تنبيعو تماك في هاد السوق ساعه ما كانش سوق ساعه كان المهم العود تيبيعوا فيها العود شويه ولاو تيجيو من القراعي البيه اللي كونوا الجوطيه هما مو القراعي البيه مو الكرارس هما اللي كونوا السوق والقزاره والخضاره كونوا واحد السوق تيقولوا سوق الصالحين في كانوا هاد الجوطيه فيها غنقول لك فيها شي فيها ثلاثه الاطراف الاولين القزاره مشاو بقاو الخضاره هما الخضاره والحواته والدجاجيه داير القيصاريه ديالهم بوحدها والنجاره هذوك النجاره تما كانوا من سوق ساعه تما كانوا في الراشه واستافدوا خداو حوينتات هذوك في الاول داروا قبل من هاد القايد القايد الجبلي والقايد الضاوي كان واحد القايد الضاوي واعر فهمتي ابدي له هذاك هو اللي كون واحد العثماني هذو اللي دازوا هنا بجوع عاد جا هاد الحاجه هاد الاخراني فهمتيني اخويا هاد الحاجه هذا
ملي قلت لي واحد النهار حنا ما عندك ما عندناش حنايا في هذا المشروع، قال لي ما عنديش ما عندكمش سما صحاب الجوطي ما مشي على حسابي نتوما. ورا سيدنا ذكرنا حنا الاولين بالرشا هما الاولين، ذكر البيع المتجولين على قارات المرور هما حنايا، حنا اللي كنا تنعلقوا المرور تنحطوا في الشانطي. النهار بغاو يحولونا، جابوا القواق، جابوا المخزن، جابوا البوليس، جابوا القياد، قال لي مشى الحبس 3 شهور فهمتيني. قال لي انا هزو انا منهم، قال لي هز سير لهذا المشروع. من جانا المشروع قال لك ماشي على حسابكم المشروع، هنا على حسابكم حي الرحمه، القايد ديال حي الرحمه قال لك هذاك القايد جرى عليكم، انا ماشي على حسابي نتوما سيروا، راه النص دابا في هذيك الجوطيه ديال حي الرحمه باقي شي ناس دراوش، وحنا النص راه حنا باقيين هنايا تنعانيو مع الطوبات ومع جابوا الظلام هنا والبركاصه. وانا دابا مرضي مرض لي انا، بنتي مرضت لي انا، مرضت انا من هاد في هاد البلاصه هاد الزبالات. انا ولد الدوار ما تسافر، انا با مرباني راجل مي رباني، قال لي ما تسال والو، عندي دابا ثلاثه الوليدات وما تنسال والو، الا في السكنه ولا في البلاصه، وانا اقداميه ماشي عدلك. وانا با ما تماك دوار زيد بلوك 6 مات بكسيده بحديثه، كان با تقول لي بو عزام مول حميرتي ميخال ميخالي، كان با كبرنا بالميخاله، كبرنا احنا بالحلال، حنا ما تنعرفوش نوصلوا شي حاجه ولا نكذبوا على الناس ولا شي حاجه. تنشريو تنمشيو للغابه، كان با تدينا للغابه يجيو الحطب تنبيعوه معاه. نهار حيد الوالد حلينا عينينا في هاك سوق ساعه، تزاوطنا البيع والشراء، تزاوط البيع الباتريات، من الباتريات تندير التلفازات اللي بانت لي تخربيق، اللي بانت لي تشاطر لعند شي انسان تنشريها من عنده تنحطها. القايد براسو كان تيدوز علينا تيقول لك انا تعاملوا معايا نتعامل معاكم. نهار صفوا الحريره للبشار، خداو القرعات كل واحد دحان وديالو، قال لكم الله كان اللي خدا خمسه الحوانت، كان اللي خدا اربعه، كان اللي خدا ثلاثه، داير على امو على اختو على مرتو، عشتهم بعينيا في القرعه، شناهم بعينينا. راه هذا المشروع هذا هو دابا هو 3 سنين هو باقي مسدود. علاش فيه الخواط؟ فيه الخواط، واش داروا لهم قبوره وبويتات؟ واش غيديروا فيهم الحمام ولا غيديروا فيهم الفراخ وبويتات؟ داروا بودره هنا وبودره هنا وعمروا كشي بالرمله وطلعوا. هذه ما تشق خدام تيديروا الزفت ولا مرتاش يديروا، كله متقوب، كله مغشوش مغشوش، خدمه مغشوشه، وما عمر سابتنا ما تزيد لقدام، دائما سابتنا راجعه مارشارين. او ما دابا شحال من شحال من السوبر، كاين السوبر ديال تعقل عليه من نهار زدت، راه في حير راه هو كاين هنا في السوبر مسدود شحال من العام هذه. كاين سوبر هما داروا هنا جوج سوبرات لتحت، عطاهم لصحاب الفراشه شي وحدين تستافدوا منهم، ولكن ما خدمش ليهم، صغيورين حوينتات في الطابق الثاني صغيور، الدخلات الفازه ولا جوج الفازات الحانوت تسد ما بقاش لك، راه هو مسدود. قالوا لهم 7000 ريال، كاينين الناس هربوا راه هما معنا هنا في الجوطيه مستافدين تماك وهربوا وجاو لهنا، تقول لك انا اللهم اخويا نجي للجوطيه ولا نبقى هنا. هذا هو جا ما تشن وفيه الخواط ونهبوا فيه، وجاو انسان جا من بقازا جا عاوتاك جا من فاز من كذا، ماشي ولد البلاد وخدا، واش شراو الحوانت واش الله اعلم هذاك الشيء اللي تيديروا.